بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الثالثة قسم الإنتاج الحيواني كلية علوم الهندسة الزراعية، ولقائنا المتجدد في مادة فسلجة الطيور الداجنة. ومحاضرتنا اليوم عن الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يكتسب أهمية فيما يختص بنا إحنا المختصين بالإنتاج الحيواني أكثر من باقي الأجهزة. كل أجهزة الجسم مهمة جدا جدا، وغياب أحدها أو توقف أحدها هو معضلة كبرى، لكن إحنا كإنتاج الجهاز الهضمي مهم جدا من ناحية التغذية اللي هو يكون مسؤول عن الهضم، والتغذية اللي تشكل جزء حيوي كبير جدا من فاعلية التربية والنمو والإنتاج. أهمية الجهاز الهضمي مثل ما ذكرنا أو مثل ما تعرفون حضراتكم هي الهضم. الهضم يمثل نشاط القناة الهضمية، القناة الهضمية أقصد بها الجهاز ككل، والغدد اللي موجودة في هذا الجهاز، موجودة في جدران الجهاز، ومسؤولة عن إنتاج إنزيمات والعصير المعدي، وأكيد طبعا مسؤولة عن إنتاج هرمونات تنظم هاي العملية. وظيفة القناة الهضمية تحضير الغذاء المتناول للامتصاص وطرح الباقي. هذا يحدث بعملية تحلل مائي. التحلل المائي اللي هو يعني الهضم. ماذا يعني التحلل المائي؟ انكسار الآصرة الكيميائية اللي تربط المادة الغذائية نفسها. هاي الآصرة تنكسر بالتحلل المائي، فتتحول هاي المادة إلى مادة أبسط قابلة للامتصاص. يحدث ذلك بفعل أنزيمات هاضمة، يا أما تنتج من الجهاز القناة الهضمية نفسها، الجهاز الهضمي نفسه، من قد تكون هاي الخلايا، عفوا هاي الانزيمات تنتج من الخلايا المبطنة لجدران الأمعاء أو القناة الهضمية، أو من البنكرياس اللي هو من الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي، والكبد أيضا هو من الأعضاء الملحقة ومسؤول عن إنتاج وإفراز عدد من الأنزيمات الهاضمة اللي تؤدي هاي المهمة. الجهاز الهضمي بكل بساطة يتكون من الفم والمرئ، الحوصلة، المعدة الغدية أو الحقيقية، القانصة أو المعدة العضلية، ومن ثم الأمعاء الدقيقة اللي تبدي بالاثني عشري و الصائم، ومن ثم اللفائفي، انتهاء بالأمعاء الغليظة اللي تضم الأعورين والمستقيم أو القولون اللي ينتهي بفتحة المجمع بالكلويكة. لاحظ هاي الصورة الفوتوغرافية، هذا الفم وهذا المرئ وهذه الحوصلة، هذه المعدة الغدية، القانصة الاثني عشري، والصائم اللفائفي، ثم الأمعاء الغليظة. إذا نريد نتناول تركيب بنوع من التركيب الجهاز الهضمي بنوع من التفصيل، راح نبدأ طبعا بالفم. الفم يضم المنقار. المنقار عبارة عن الشفاه المتحورة المتقرنة. الشفاه تحورت أصبحت منقار، هي طبقة إبثيلية متقرنة، يعني متقرنة اكتسبت نوع من الصلابة. يضم الفم على اللسان، ومن ثم هذا هو اللسان اللي يكون بهيئة الرمح، ومن ثم
الحلقوم هو بالطيور ماكو الحنك اللين، فما نقول بالعوم نقول الحلقوم. مسؤولية بعد أيضا يضم الفم على وخاصة اللسان، يضم البراعم التذوقية المسؤولة عن التذوق، لكن في الطيور التذوق ليس كما في الإنسان، يعني التحسس بالتذوق أقل بدرجة كبيرة، لا توجد شعيرات استشعار الأطعام، يعني ما يميز الطير بين الطعم الحلو والمر وهكذا، لكن هناك نوع من المقبولية قد يرفض الغذاء أو قد يتقبله. أيضا موجودة في الفم الغدد اللعابية اللي إلها عدد كبير من الأدوار اللي يؤديها هذا اللعاب. اللعاب بالدرجة الأساس مسؤول عن تزييت الطعام وتسهيل عملية انتقاله نحو المريء ومن ثم إلى باقي أعضاء الجهاز الهضمي، وهي الوظيفة الرئيسة للعاب. في بعض الطيور يتميز اللعاب باحتواء على مادة لاصقة تساعد في التقاط الحشرات، و يعني تسبب لها التساق بالمنقار ما تسمح لها بالهرب. طبعا هاي في الطيور آكلة الحشرات. في بعض الطيور الأخرى تكون اللعاب حاوي على مادة لزجة تؤدي دور يشبه دور الاسمنت في للطيور مثل طير السمامة الآسيوية اللي تبني أعشاشها ب يعني بتكون ملتصقة على الجدران أو على الصخور أو على السقوف، وليست الأعشاش الاعتيادية من أغصان الأشجار. وفي العصافير يحتوي اللعاب على الأميليز، وهنا يحدث تحلل للنشا إذا احتوى اللعاب على الأميليز، لكن هذا تحديدا في العصافير، وربما يكون حصرا في العصافير ليس في الدجاج. الدجاج والديك الرومي والطيور الداجنة عموما لا يحتوي لعابها على إنزيم الأميليز. الجزء الثاني من الجهاز الهضمي أو الجزء الذي يلي الفم والحلقوم هو المرء والحوصلة. المرء أنبوب يبلغ طوله تقريبا 15 إلى 20 سنتيمتر، يمتد بامتداد الرغامي، يكون مجاور للرغامي. مهمته الرئيسية نقل أو ربط الفم مع المعدة. في منطقة الرقبة تحديدا يتضخم المرء الذي طبعا هو يكون قابل للانتفاخ والتمدد، ويكون كبير الحجم في الدجاج. في منطقة القريبة من الرقبة أعلى الصدر تقريبا يحدث توسع في المرء ليكون تركيب يعرف بالحوصلة كروب. وهذا الكروب يكون بمفتوح الطرفين، وفي بعض الطيور يكون مغلق من أحد الطرفين كما في هذا الشكل. هذا هو المرء، وهنا الشق المرئي، وهذا الكيس. الحوصلة تكون بهيئة كيس وليست بهيئة توسع أو انتفاخ في المرء، هنا يسمى بالكيس المريئي ولا يسمى بالحوصلة. الميزة المميزة طبعا للمرء والحوصلة هو احتوائها على عدد كبير
من الغدد المخاطية المنتجة للمخاط الذي يسهل من عملية انزلاق الغذاء. ومثل ما ذكرنا يتميز المرء والحوصلة بقابليتها على التمدد والانتفاخ. طبعا يختلف شكل الحوصلة باختلاف نوع الطيور. لاحظ هاي الأشكال اللي أمامنا، هذا الشكل يعرف بالشكل المغزلي، شبيه بالمغزل، وهذا في الطيور المائية البط والوز مثلا، أو يكون ذو الفص الواحد، وهذا ذو الفص الواحد هذا الشكل وهذا الشكل، هذا الشكل موجود في الدجاج. أما الشكل الثاني موجود في الطاووس، هذا الشكل يعرف بالحوصلة ذات الفصين أو الشكل ذو الفصين، وهو في الحمام. أما هذا الذي يكون نادر جدا يعرف بالشكل الملتف أو الملتوي، وهو موجود في أحد أنواع الببغاءات. لاحظ هذا الشكل أمامنا، هذه هي، هذا هو المرء، لاحظ، وهذا الكيس هو، أو هذا التوسع أو هذا الانتفاخ هو الحوصلة. نفس الصورة لكن مع مقطع للتركيب. هنا هذا يعرف بالشق المريئي، يمر الغذاء من الفم إلى الحلقوم إلى المرء، ومن ثم يتجاوز الحوصلة لينتقل إلى المعدة الغدية. كيف يتجاوزها؟ لماذا لا يتوقف؟ يتوقف، لا يتوقف هنا لوجود ما يعرف بالشق المريئي الذي يكون مغلق، ولا يفتح هذا الشق المريئي إلا بحدوث عملية ارتداد بحركة القناة الهضمية، فيفتح ليملأ بالغذاء، أي يملأ بالغذاء الراجع من المعدة وليس الغذاء القادم من الفم. المرء والحوصلة يؤدون عدد كبير أو يؤدون أدوار مهمة جدا للجهاز الهضمي، مثلا خزن الغذاء وترطيبه. الترطيب مثل ما ذكرنا يكون بالغدد المخاطية. أما الخزن، الخزن ليس بمعنى الخزن وإنما بتنظيم عملية الهضم التي تحدث في المعدة، في عملية اللي تحدثت عنها قبل قليل، ارتداد الكتل الغذائية من المعدة ومن ثم دخولها للحوصلة، أي الكميات الفائضة عن حجم المعدة سوف تعود إلى الحوصلة. ثبت أن في المرء والحوصلة تحدث عملية تحلل للنشاء وتعددت الأدوار. الفرضيات، النشاء لا يتحلل إلا بالأميليز. السؤال، ما مصدر الأميليز؟ إفرازات اللعاب، يقترح أن تكون إفرازات اللعاب، لكن هذا الكلام ليس في الدجاج، لأن ذكرنا أو ثبت أن الأميليز لا ينتج إلا في عدد محدد من الطيور، وقد يكون في العصافير فقط. المصادر النباتية، رأي مقبول لاحتواء بعض النباتات مثل الجت على مستويات محددة من الأميليز، أو قد يكون الأميليز أنتج بواسطة نشاط ميكروبي، لكن النشاط الميكروبي في القناة الهضمية للدجاج ليس بذلك المستوى القوي. يتبقى لدينا موضوع انحسار الأمعاء أو ارتداد الأمعاء اللي يكون اللي تحدثنا عنه بامتلاء الحوصلة. قد يكون الأميليز عائد من المعدة من القانصة إلى الغدية إلى المرء، وهنا يعمل على تحليل النشا إلى وحدات أصغر. فالفرضية الأكثر قبولا هي انحسار أو ارتداد الأمعاء.
في بعض الطيور مثل طير الفلامينغو. الفلامينغو يترجم للغة العربية بطير النحام أو الحمام أو اليمام، أو الطيور التي تتبع سلوك الزق، يعني الأم تغذي أطفالها بالزق كما في هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. هذه الطيور تتميز باحتوائها على حوصلة قادرة على إنتاج مادة بروتينية شبيهة بالحليب يعرف بحليب الحوصلة. طبعا حليب الحوصلة يختلف تركيبه ولونه من طير إلى طير، يتكون بالحوصلة وينتقل بالحركة عكس المتحوية عبر المرئ إلى الفم، ومن فم الأم إلى فم الأفراخ الصغيرة اللي هما أفراخها. أتمنى الانتباه في النحام، الحمام، اليمام، ليس في الدجاج ولا الباط ولا الوز ولا الرومي ولا السمان، في الطيور التي تتبع سلوك الزق، التغذية بالزق للأفراخ. الجزء اللي يلي، الجزء الذي يلي المرء والحوصلة هو المعدة. هذه المعدة، هذا الجزء اللي أمامنا، هذا من هنا إلى هنا، هذا هو المعدة. المعدة تتكون من جزئين، هذا الجزء الأول اللي هو عبارة عن تركيب بسيط من الطبقات الطلائية الغدية، تحتوي عدد كبير من الغدد، لذلك يعرف بالمعدة الغدية أو المعدة الحقيقية. وهذا الجزء اللي يحتوي على طبقات عضلية سميكة يعرف بالقانصة أو بالمعدة العضلية أو بالمعدة الميكانيكية. هذا الجزء ينتج الإنزيمات حامض الـ HCL، وهذا الجزء يطحن أو يهضم الغذاء ميكانيكية. وهذه المنطقة هي الحد الفاصل فيما بين الجزئين وتعرف بالبرزخ. صورة أخرى يعني نفس التفصيلات. المعدة الغدية تعمل على إنتاج أو تحتوي على تجويف أو غدد، تحتوي الغدد الموجودة بالمعدة الغدية تحتوي على خلايا تعرف بخلايا تشيف أو الخلايا الرئيسة. تعمل هذه الخلايا الرئيسة على إنتاج حامض الـ HCL وإنزيم البيبسين أو البيبسينوجين أو الزايموجين. البيبسينوجين هو الصيغة غير النشطة للبيبسين، البيبسين هو الصيغة النشطة للبيبسينوجين. أما الزايموجين فهنا يقصد خليط من الأنزيمات. ماذا يعمل أو ماذا يمثل الـ HCL زائد البيبسين؟ يمثلان العصير المعدي. كما تنتج المعدة الغدية فضلا عن احتوائها على غدد المعدة الغدية، احتوائها على الخلايا الرئيسة، تحتوي على خلايا صمية تنتج هرمون يعرف بالجاستيرين الذي يعد المحفز الأول للشهية وتنظيم عملية تناول الطعام وهضم الطعام وامتصاصه. يتكون الـ HCL في الخلايا الرئيسة، وهذا يعتمد على الـ HCO3
اللي ناتج من ارتباط الكربون عفوا CO2 والهيدروكسيد، او الفكرة الرئيسية المشابهة لعملية ارتباط CO2 مع الهيموغلوبين هي ارتباط H2O مع حامض الكربونيك. وعلى كل حال هذه العملية تستوجب طاقة وخروج البوتاسيوم ودخول الصوديوم وصرف طاقة. على كل حال هذا يؤدي إلى انتقال الكلور وأيون الهيدروجين إلى تجويف الغدة، غدد المعدة الغدية، ومن ثم يتحدان في هذا التجويف فيتكون مركب الـ HCl. الـ HCl يؤدي عدد من الوظائف، أولها تحويل البيبسينوجين إلى بيبسين، إذ يعمل الـ HCl اللي هما كلاهما منتجان من التشيف سيل، يعمل الـ HCl على رفع مجموعة البيبتيد من البيبسينوجين فيصبح بصيغة البيبسين النشطة. ومستويات البيبسين يعني بعد تنشيطها مع الـ HCl تحفز من هاي العملية بعد أكثر، يعني البيبسين يتآزر مع الـ HCl في تنشيط البيبسينوجين إلى بيبسين. الـ HCl بالدرجة الأساس يعمل على جعل pH المعدة الغدية تقريبا 2.5 إلى 3 درجة رقم الهيدروجيني pH، وهذا أول إجراء هو في تحويل أو تنشيط البيبسينوجين إلى بيبسين. كذلك هذه الدرجة تساهم في تحلل الكلايكوجين أو الكربوهيدرات بصورة عامة إلى وحدات أبسط مثل الجلوكوز أو اللاكتوز أو الفركتوز حسب المادة الغذائية. وبالتأكيد تحويل البروتين إلى بيبتيد، لكن ليس إلى أحماض أمينية أو بمستوى قليل جدا. يعني البروتين بتأثير الـ HCl في المعدة يتحول إلى بيبتيد وقليلا إلى أحماض أمينية، الكلايكوجين يتحول إلى جلوكوز. العصير المعدي، العصير المعدي اللي هو الـ HCl زائد البيبسين، كيف ينتج؟ عملية الإنتاج للعصير المعدي ليست بالعملية البسيطة. هناك حاسة الشم، النظر، والسمع أو التوقيت. في أوقات محددة يتعود الطير على تناول العلف أو يشاهد العلف أو يشم رائحة العلف. طبعا حاسة الشم موجودة في الدجاج لكن ضعيفة. الرؤية، السمع، الشم، الموعد تحفز على إنتاج 30% من العصير المعدي، وهذا الطور يعرف بالطور الرأسي. أما الطور الثاني هو وصول الكتلة الغذائية إلى المعدة، ولا سيما القانصة تحديدا وليست المعدة الغدية، يحفز على إنتاج الجاسترين. هذا الجاسترين يؤدي إلى، بالتآزر طبعا مع عدد من الهرمونات، إلى إنتاج 60% من العصير المعدي، وهذا يعرف بالطور المعدي. الكتلة الغذائية إذا وصلت لي بداية الأمعاء الدقيقة والاثني عشري مجرد خروجها من القانصة راح يحفز على إنتاج عدد من الهرمونات منها CCK،
السكرتين والأي بي بي اللي تؤدي إلى إنتاج 10% من العصير المعدي، نعم المعدي، وهذا يعرف بالطور المعوي، مع ملاحظة أن الجاسترين أيضا يحفز عمل هذه الهرمونات وإفراز هذه الهرمونات ويحفز نشاطها، وهذه الهرمونات طبعا تحفز نشاط هرمونات أخرى، أي أن العملية معقدة وليست بهذه البساطة. القانصة، في القانصة يحدث أو تحدث عملية الهضم الميكانيكي. هاي القانصة، هاي أمامنا، هذا المرء، هاي الحليمات الغدية اللي قلناها قبل قليل اللي هي مسؤولة عن إنتاج الHCL والبيبسين وهرمون الجاسترين. هاي المنطقة، هذه البرزخ، المنطقة الفاصلة بالاثنين، وهاي بوابة القانصة، وهاي المنطقة اللي تربط القانصة مع الاثني عشري، وهاي عضلات القانصة. أما هذا الجزء الداخلي يعرف ببشرة القانصة أو طبقة الكيويلي. لاحظ هاي القانصة بتخطيط آخر، القانصة تتألف من 4 عضلات، 2 رقيقة الأولى والثانية رقيقة برقيقة، و2 سميكة، كل عضلتان متشابهتان تكونان متناظرتان. هاي العضلة السميكة تناظر هذه العضلة السميكة، وهذه العضلة الرقيقة تناظر هذه العضلة الرقيقة، وعملهم بالضغط والانبساط على الغذاء والكتلة الغذائية يكون بالتناوب، وتحدث عملية الطحن أو الهضم الكيميائي. لاحظ هذه العضلات، هاي العضلات السميكة، هاي تتميز هاي العضلات السميكة باحتوائها على كميات كبيرة من الميوغلوبين اللي يمنح اللون الأحمر لها، تكون لونها غامق جدا لزيادة كميات الميوغلوبين في عضلاتها. في القانصة لاحظ هاي القانصة وهذه العضلات السميكة أو الكبيرة واضحة جدا، وهاي المادة الغذائية، وهذه هاي اللي نشاهدها هي طبقة الكويلين، لاحظها هذه كأنما تكون بهيئة خدود أو شقوق. ميزة هذه الطبقة تمنح لتجويف القانصة القوة والمتانة، وحمايتها أيضا من الأنزيمات والHCL وكل المواد اللي قد تؤدي إلى ضرر نسيج القانصة، فضلا عن الصلابة اللي تسهل من عملية الهضم، مع ملاحظة أن الهضم الميكانيكي يحدث فيها وليس كما في باقي الحيوانات غير الطيور اللي تضم الأسنان. ممكن فصلها، هاي طبقة الكويلين، لاحظ هاي كل لونها أصفر تحديدا بسبب إفرازات الصفراء، أصفر أو أخضر ممكن يكون، ومثل ما ذكرنا الهضم يكون، الهضم الميكانيكي يكون في القانصة، وكل الأنزيمات، كل الHCL ينتج في الغدية وينتقل مع الغذاء إلى القانصة ويحدث عملية الهضم، أي أجزاء المعدة منفصلة عن بعض، الأولى اللي هي الغدية إنتاج الHCL، إنتاج البيبسين والجاسترين، الHCL والبيبسين ينتقل مع الغذاء إلى القانصة، وفي القانصة يحدث الهضم الميكانيكي، وهذا الهضم
يحتاج مساعدة تكون المساعدة من العصير المعدي. الجزء اللي يلي القانصة هو الأمعاء الدقيقة. لاحظ هذه هي الأمعاء الدقيقة. هذا الاثني عشري هو الجزء الأول. وهذا الجزء هو الصائم. يلي الصائم اللفائفي. كيف يمكن التمييز بين الصائم واللفائفي؟ من خلال هذا الجزء اللي هو يمثل منطقة يعرف بالرتج المحي، اللي هو المنطقة اللي ارتبط بيها جسم الجنين بصفار البيض في أثناء فترة الحضانة، يعني لما كانت البيضة في المفقس أو تحت الدجاجة الأم وحدث نمو جنيني، هذه المنطقة هي منطقة الاتصال بالصفار، هذه المنطقة الفاصلة، لذلك سمي الصائم واللفائفي. من ناحية تركيبية، من ناحية تركيبية والنسيجية، في بعض المصادر اعتمادا على تركيبها ونسيجها لا تصنف إلى ثلاثة أجزاء، يقال الأمعاء الدقيقة وانتهى الأمر، وفي مصادر يقال الاثني عشري والأمعاء الدقيقة، ومصادر أخرى تقول الاثني عشري والصائم واللفائفي، وذلك لتشابه النسيج تماما فيما عدا اختلاف بسيط. الاختلاف البسيط في البي اتش والخلايا المبطنة لجدران هذه الأمعاء. في الأمعاء الدقيقة يحدث الهضم الإنزيمي، هناك إنزيمات ذكرناها في البداية تنتج من جدران الأمعاء، فشيكون لدينا غدد أو خلايا فارزة تفرز الإنزيمات، وأيضا هذا البنكرياس اللي هو يكون بين طيات الاثني عشري ينتج إنزيماته لتصب في الأمعاء الدقيقة مع أملاح الصفراء التي تأتي من المرارة، أيضا تعمل في الأمعاء الدقيقة. عملها في الأمعاء الدقيقة ذكرنا هناك تحدث عملية الهضم الأنزيمي اللي هو يكون بأعلى مستوى، وأيضا في الأمعاء يحدث الامتصاص. إذا كان لدي إنتاج أو إفراز إنزيمات، لدي غدد أو خلايا فارزة، إذا كان لدي امتصاص ستكون لدي خلايا أو غدد ماصة أو ممتصة. الفرق هنا في هذه الخلايا، كلما تقدمنا باتجاه الأمام يقل عدد الخلايا الفارزة ويزداد عدد الخلايا الممتصة، يعني من 12 هنا تكون الخلايا الفارزة أكبر بكثير من اللفائفي. تبطن الأمعاء الدقيقة بالزغابات، والزغابات تحتوي على الزغابات الدقيقة، الزغابات والزغابات الدقيقة، الفيلا والماكروفيلا، تسمى هذه المنطقة، هذه هي مثلا هاي الزغابة، هذه زغابة وهذه أخرى وهذه أخرى. طبعا في هذه المنطقة تحدث عملية تبادل دم وريدي شرياني، في أعلى كل زغابة، هذه زغابات دقيقة، هذه الزغابة وهذه الزغابات الدقيقة، في أعلى كل زغابة توجد الزغابات الدقيقة، وتعرف هذه المنطقة بحافة الفرشات أو منطقة الفرشات لكثافة الخلايا الرئيسة، خلايا تشيف اللي ذكرنا أنه
مسؤولة عن إنتاج الـ HCL والبيبسين، نفسها هذه الخلايا موجودة في الأمعاء وهنا مسؤولة عن الامتصاص. مسؤولة عن الامتصاص، الخلايا الموجودة في حافة الفرشاة هي المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية والماء من الأمعاء الدقيقة وحتى موجودة في الأمعاء الغليظة. هذه صورة أخرى، هذه تعرف بالفيلا وهذه المايكرو فيلا وهذه حافة الفرشاة التي تضم خلايا شيف المسؤولة عن الامتصاص. رسم آخر بخط اليد كلها تتحدث عن نفس الموضوع. إذن الامتصاص يحدث في حافة الفرشاة الحاوية على خلايا شيف وهذه هو شكل خلايا شيف بهذه الصورة. المايكروفيلا اللي تكون على خلايا شيف. الجزء الآخر من الجهاز الهضمي هو الأمعاء الغليظة اللي يضم الأعورين والقولون وينتهي القولون بفتحة المجمع وفتحة الخروج. هنا غدة فايبريشيا، يتميز القولون بقابليته العالية على امتصاص الماء. انتبه، امتصاص الماء وليس إعادة امتصاص الماء. إعادة امتصاص الماء تحدث في الجهاز البولي وليست في الجهاز الهضمي. الأعضاء الملحقة، البنكرياس والكبد المسؤولة عن إنتاج عدد كبير من الأنزيمات الهضمية وهنا عن إنتاج أملاح الصفراء التي تخزن في المرارة وتنتقل عبر الجهاز الهضمي الذي تساهم بامتصاص الدهون. وحقيقة القناة الهضمية لها قابلية على امتصاص 90% من أملاح الصفراء وإعادة تدويرها بالدم وإعادتها إلى الكبد والمرارة. الكتلة الغذائية لما يتناول الطير الغذاء وينتقل من جزء إلى جزء هي تعرف بحركة قناة الهضم. لدينا 6 حركات نتعرف عليها ببساطة. الحركة الأولى هي المتحوية أو الدودية اللي تعتمد على الانقباض والانبساط في القناة الهضمية وتدفع الكتلة الغذائية باتجاه الأمام. وتحدثنا قبل قليل عن الارتداد القناة الهضمية ومحتوياتها وهذه ما تعرف بالحركة العكس المتحوية أو عكس الدودية. الحركة الثانية هي الدورانية، هاي الحركة تكون لاحظها الكتلة الغذائية هذا اللون الأحمر واللون الأصفر تتقدم للأمام بالحركة الدودية ثم تتحرك هكذا بشكل دوراني إلى أن تصبح كتلة واحدة. يعني القصد لما تدخل المادة الغذائية إلى القناة الهضمية تدمج كل المواد. لو عليقتنا متكونة من حنطة وذرة وشعير هذه الحركات تؤدي إلى أن تكون كتلة واحدة تهضم مرة واحدة وتمتص مرة واحدة. والفكرة هو امتصاص المادة الغذائية التي فيها سواء كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون. الحركة الأخيرة اللي هي الحركة البندولية، بندول الساعة، للأسف ما قدرت تحصل صورة بالدواجن لكن هي تكون بهذا الشكل، تتحرك الأمعاء حتى ينتقل الغذاء من القانصة أو من المعدة إلى الاثني عشري هكذا. وبالمناسبة في بعض الطيور
ممكن تتكون المعدة من 3 أجزاء وليس جزئين. أحب أنبه على شيء بسيط جدا، كل الجهاز الهضمي يتكون من 4 طبقات. الأول اللي هو المخاط، من الداخل إلى الخارج راح نحكي. المخاط يتكون من الإبثيليوم وتجويف ومصلع عضلية أو مخاطية، ومن ثم الطبقة الثانية اللي هي يسموها تحت المخاطية سب ميوكس، اللي تحتوي على الضفيرة العصبية، ومن ثم الطبقة العضلية نفسها اللي تضم عضلات دورانية وعضلات طولية. أما الأخير فهو الطبقة المصلية اللي تحيط بالجهاز من الخارج. هذه الطبقات الأربعة موجودة في كل أعضاء الجهاز الهضمي أو أجزائه، لكن مستوياتها تتباين. مثلا في القانصة يكون الجزء العضلي أكبر الأجزاء، بينما في الأجزاء الأخرى يكون الطبقة المخاطية أو تحت المخاطية تكون هي الأكبر، وتكون مثلا في المعدة الغدية الطبقة العضلية ضامرة أو صغيرة جدا. الموضوع الآخر اللي أود أنبه عليه، ذكرت لكم قبل قليل انتقال الغذاء أو دخول الغذاء إلى الحوصلة. هناك رأي يقول يغلق الشق المريئي في حالة خلو القانصة، فينطلق الغذاء من المرء إلى القانصة دون الدخول إلى الحويصلة، وفي حالة امتلاء القانصة يدخل الغذاء إلى الحوصلة، وعند انتقال الغذاء من القانصة الـ12 وتبدأ القانصة بتفريغ جزء من محتوياتها يخرج الغذاء. هذا الكلام ليس دقيقا. الدقة عندما يدخل الغذاء تبدأ عملية الهضم الميكانيكي في القانصة. استمرار دخول الغذاء وحالة القانصة بالتقلص والانبساط تدفع الكميات الفائضة إلى الأعلى، فتعود الكتلة الغذائية أو المادة الغذائية إلى الحويصلة بالحركة عكس المتحوية. بالختام أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن تكون المحاضرة مفيدة لحضراتكم. شكرا جزيلا، تمنياتي لكم بالتوفيق.